هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا للتعليق هذه المرة من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي. إذن دكتور القاسمي، كما تابعنا السيد الجبير خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد تأكيد ضرورة التزام قطر بمحاربة الإرهاب، وكما تابعنا أيضا كما عبر السيد علي الموقف القطري يتمسك بتقديم أدلة تدين قطر. إلى أين يمضي إذن هذا الخلاف؟ شكرا جزيلا لكم. أنا طبعا ما برد على ضيفك من الدوحة، وتعودنا يعني على هؤلاء الأشكال يعني، وفي أحد للأسف يعني استضفتوني في برنامج لكم اسأل أكثر وجبت الصليطي حقيقة وخليته مناظر أمامنا ولا تستمعوا للرأي الآخر. لا نستمع لك يعني. طب أنت موجود معنا سيد القاسمي. أنت الآن موجود وليس هناك أي ضيف آخر. يعني. ليس هناك أي ضيف آخر الآن بإمكانك التعبير عن أفكارك. شكرا جزيلا. لا نحن ما بيننا وبين القطريين شيء، لكن حينما ياخذوا يعني الشاشه او ياخذوا الوقت الى ويقودوا الى مناظرات. طب نعود الى السؤال من فضلك دكتور القاسمي، كي اعتقد للمذيع ان 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 ان, أن يفصل واضح من فضلك يعني كي نعود الى صلب الموضوع عندنا دقائق قليله. بالنسبه لموضوعك، بلا شك ان هذه الدول يعني اليوم تعاني من الارهاب، الارهاب وسط مجتمعنا العربي، الارهاب موجود اليوم في سوريا وفي العراق، وحقيقة قطر هي من تقود هذا الإرهاب، والأمور واضحة لدينا من خلال يعني الناس المتواجدين الإرهابيين المتواجدين في الدوحة، سواء كانوا من الدول الأربع المقاطعة أو كانوا من القطريين نفسهم ومن الأسر الحاكمة نفسها تقود الإرهاب، وفيهم مشايخ يعني. طب برأيك دكتور القاسمي يعني بالمليارات كما تابعنا في نيويورك هذه الدول يعني استقبال الرئيس الأمريكي لأمير قطر ألا يعكس موقفا أمريكيا ينقض الاتهامات هذه الموجهة لقطر؟ والرئيس الأمريكي صارح بصريح العبارة بأن لديك إرهاب أنت، وأنت لم توضح عكس ذلك، وبالتالي هذا الشيء واضح. اليوم نحن نعيش في مجتمع يا سيدي الكريم، هذه الدول تريد أن تحافظ على وجودها، تريد أن تحافظ على نفسها، تريد أن تحافظ على مواطنيها. اليوم ما قادت قطر من ربيع ما يسمى بالربيع العربي والأحوال التي تعيشها سوريا وتعيشها ليبيا وتعيشها اليمن، حقيقة يعني مجتمعاتنا تريد أن تحمي شعوبها وتحمي نفسها، وبالتالي فقطر هذه تمد الإرهابيين. ما قدمته هذه الدول من أدلة واقعية عبر الإعلام شيء بسيط. بما طب على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة دكتور القاسمي، تابعنا استمرار هذا الخلاف من خلال كلمات رؤساء الوفود، وفود دول الأزمة. يعني مع استمرار الأزمة الآن ومع اقتراب موعد عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ شوف، حفاظنا على مجلس التعاون هو حفاظ على وحدتنا، هو حفاظ على وجودنا. مجلس التعاون أثبت وجوده وأثبت عطاءه وأثبت إنه يستطيع حماية الخليج، وكان ذلك عام 1990 حينما جاء الغزو العراقي للكويت، وأيضا في أزمة البحرين والمحاولة الإنقلابية الفاشلة 2011. فمحافظتنا على مجلس التعاون هي محافظتنا على وجودنا، سواء حضرت قطر أو لم تحضر فمسيرة مجلس التعاون سوف تسير، ولتظل قطر هي مقطوعة حقيقة مقاطعة، أرادت المقاطعة هذه فلها ذلك، وأرادت أن تحدو حدو إيران فلها ذلك. اليوم حينما الدوحة تتحدث من المنصات الدولية وتدافع هذا الدفاع المستميت عن إيران، أشكرك. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه دعم للإرهاب، شيء واضح يعني لا يحتاج إلى كلام يعني. شكرا جزيلا من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي، شكرا لك.